انا بشوف مين، انا بفتح. ان شاء الله يكون سعيد. حواك. اهلا. عليك شتوت. لك عليك. هلا في شلونك؟ مرحبا. أهلا. مرحبا. أهلا. السلام عليكم. الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا من الغوالي. يا مين. اهلا وسهلا. الله. شلونك؟ اهلين. اهلين. ارتاحوا ارتاحوا. تحصر يا سلام. ان شاء الله ما يبلى الازرق. شو الله يعزك يا رب. كيفك صهري؟ والله تمام. كيفك انت؟ ان شاء الله ما يبلى الازرق. شو اخذ على وشك؟ تؤمر قلبي. لا هيك يا منظومي، هيك لا بتطلوا ولا بتسالوا. يي امي، من شهرين كنا عندك. يووو والله طلتكن علي هيك بتغرف القلب. ليش انا بشبع منكم؟ مشان هيك جايين نقعد عندك 3 ايام بحالهم. اعوذ بالله، اقل من جمعه ما بتروحوا. قال 3 ايام. شو 3 ايام؟ يا مرت عمي بيكون عندهم شغل حرام. انت ارتاحي محراك الشر. ايوه. ايه معناها امي تقبريني رح اقعد عندك جمعه كامله تكرم عيونك. تقبريني كلم... تفهمي على امك عالطاير. كلمتك ما بتصير تنتين عندي. قوموا هزوا اعملوا ريجيم واطبوا لنا فطور. لا لا امي ما بدنا، ما قلنا زمان اكلين. يا شو جاي عند ارامي؟ سلامة خيرك امي. انا وسليم وجاي على بالنا ناكل كبه من تحت ايديكي، بتعرفي قديش بحبها. مشان هيك قلنا اسبوع عم نجوع حالنا بس مشان ناكل كبه. طبري قلي الهي، مقليه ولبنيه ونيه لعيونك ولعيونها. صهري ما كيف الصهر؟ كيف الشغل بالمستوى؟ على كيفك الدندورة لدينا دينا وايش؟ ايه؟ ها؟ الله يخلي لي اياك. كيفك بنت حماية؟ طمنينا عنك. الحمد لله من الله منيحة. أنا عن إذنكم بدي أروح نادي لصبي. أقعد الله بعدين. والله يا أحلى صهر، اشتقنا لك. راسي أهلا وسهلا فيكم. شو سليم؟ ما في شيء على الطريق؟ ها لا مبلا والله. شوب شوب خير الله. الله كريم يا عم. الله يبعث لكم الذرية الصالحة وتعبوا لي البيت كله هيك صبيان وبنات. والآيل إن شاء الله حكوا. يحرق حريشك يا صهري، دمك شو خفيف. قومي أمي، قومي روحوا على غرفتكم وغيروا أواعيكم لنجدد لكم القهوة. لساتها غرفتي مثل ما هي امي؟ مثل ما هي تقبريني، كل شيء بمطرحه واغراضكم بمحلاتهم وما حدا بفوت عليها غيري. ايه يلا لك. قوم سليم حبيبي الحقني. تعالي هون تعالي. روحي لاحقك. يلا يلا سلام.